اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، ونجدد بكم التحيه في حلقه جديده من كاتب وكتاب. يسعدنا في هذا اللقاء ان نلتقي بالاستاذه الاء القعاطي، وهي الكاتبه التي الفت كتاب ركوه حب. في البدايه نرحب بك كل الترحيب. اهلا ومرحبا بك. وركوه حب يعني معروفه ركوه قهوه، كيف جاء الاسم بشكل عام؟ ونبغى نبذه بسيطه عن المؤلف. بالنسبة للاسم، أحب القهوة طبعاً، وأكيد في ناس كثير تحب القهوة، والقهوة لما تشربها تشربها بحب، فعشان كده سميتها ركوة حب. يعني خذ لك فنجان قهوة وقرأ الكتاب. ربطت الاثنين مع بعض. يس. فكرة الكتاب وما يحتوي الكتاب؟ الكتاب عبارة عن نصوص أدبية، النصوص دي دواخلها قصص فيها واقعي وفيها خيال وفيها من حياة كل إنسان. بلاش نعمم، نقول أغلب الناس ممكن تلاقي من حياتهم داخل الكتاب، فيها تجارب، فيها خيال الكاتب. ممتاز. يعني متنوع. طيب، كأول نقدر نقول مؤلف خاص بيكي. نعم. كيف وجدت الانطباع الخاص بالناس؟ ما بقول لسه يعني بدري إنه الناس تدي انطباعات، لكن الخاص بالناس المقربين ليكي وبيكي أنت شخصياً، كيف وجدتي انطباع الحاصل بأنه أول إصدار؟ هل أنت راضية كل الرضا ولا في شيء؟ الحمد لله أنا راضية كل الرضا عن هذا الإصدار. هو انتقالة بالنسبة لي، هو على النضج وعلى التفكير وعلى السن اللي أنا كتبته فيه، مناسب جدا بالنسبة لي ومرحلتي. بالنسبة للي حوالي، للأصدقاء، للأهل كده، كان انطباعهم أنه خفيف ولطيف، وأنهم قرأوه بسرعة ولغته سهلة، يعني الحمد لله. ممتاز. ذكرت جزء التجارب الخاصة. نعم. بهذا، ماذا تعني لك التجارب بشكل عام؟ التجارب هي أساس الحياة، أنت تتطور لما تصير عندك تجارب. كل ما عديت في تجربة تصير لك انتقالة في الحياة، انتقالة جيدة إيجابية، تصير عندك دروس. هذه هي التجارب، دروسنا كيف نتطور. ممتاز. نقدر نعرف يميل الكتاب للجزء الإيجابي أكثر، ولا نقدر نقول الجزء الخاص بالتجارب؟ وغالبا التجارب بتكون مواقف موجعة، فأنت إيش اللي كنت فيه بخصوص الكتاب؟ أنا بالنسبة لي إنه نظرتي حتى للموجع جيد. ممتاز. إنه حتى الموجع بيكون فيه درس، بعدين بيكون فيه استفادة، إنك أنت استفدت من تجاربك أصبحت غير موجعة حتى لو كانت موجعة، طلعت منها بدروس، اتطورت أكيد، شخصيتك تغيرت للأفضل. أيوة، التوجه فيه إيجابي طبعاً، فيه عاطفي كثير، فيه توجهات للمرأة كثير، وفيه توجهات تطوير إيجابية، لأنه نظرتي تفاؤلية للكتاب. ممتاز. وبخصوص النظرة التفاؤلية، ما شاء الله حضرتك كوتش في التنمية الذاتية والبشرية، هل هذا الموضوع له علاقة في موضوع مؤلف الـ لا، أنا ما دخلت عن التطوير والتنمية الذاتية في هذا الكتاب. إن شاء الله الكتاب القادم حيكون للتطوير والتنمية. هذا الكتاب كتبته كامرأة، حبيت أكون فيه بطبيعتي مرة. الجزء الخاص بموضوع القراءة بشكل عام، كيف تجدين انطباعات الناس والقراءة في الفترة الحالية لنوع الكتاب اللي أنت مسويها؟ خاصة أنه بالعكس شيء جميل أنه يكون كتاب خفيف لطيف، تقدر تقرأيه في أي وقت بشكل متقطع. فأنماط الناس في القراءة كيف تجدينها من وجهة نظرك أنت كآلاء؟ أحس أنه الفترة المؤخرة بالعكس الشباب اتجه للقراءة بكثرة، وارتفعت عندنا مصابات القراءة، وسواء القراءة للكتب، القراءة الإلكترونية، البرامج الإلكترونية كلها، الشباب صار يقرأ ويحب يتطور ويشجع القارئ. ممتاز. فبالعكس أحس إحنا في تطور. ممتاز. من مؤلفك آلاء القعيطي لمؤلف ركوة حب، كيف نصنع أو نخلق الإيجابية في حياتنا؟ كيف تخلق الإيجابية؟ أقدر أجاوبك وأقول لك كل ما تجيك تجربة وتحس إنك أنت راح تتجه للسلبية، أو تحس إنك أنت راح تدخل في دائرة أنا محبط، أنا زعلان، أنا مشاعري الآن منخفضة، تقول توقف، تراقب نفسك وتقول لا، أنا راح أكون إيجابي زي ما أنا بقدرتي إني أكون سلبي، فأنا إنسان قادر إني أنا أكون إيجابي. تقدر تصنع حياتك، تغير إيجابيتك وتتجه ليها. من الجزء الأخير خاصة في الكتاب، لما الواحد يقرأ يحس إنه عن جد الواحد ممكن
في شيء او رساله حابه توصليها بيخص نقدر نقول المراحل او المواقف الموجعه شويه في الحياه، كيف ممكن تدينا نبذه عن ما كنت حابه توصلي؟ الرساله اللي انا ابغى اوصلها، لا توقف طول ما انت عايش على وجه الارض وفيك روح، لا توقف، لا توقف تتعلم، ولا توقف تتطور، ولا توقف عشان حصل لك موقف موجع او تجربه ممكن توجعك او تكسرك او تحبطك، لا استمر وتغير وراح تعدي. من الاشياء اللي ذكرتيها كمان جزء خاص باختلاف الثلاثين، فايش تقصدي باختلاف الثلاثين؟ اختلاف الثلاثين كعمر، الثلاثين مرحلة جميلة في منتصف العمر تماما، وتعمل لك شفت في الحياة، مرحلة انتقالية، نضجها مختلف، نظرتك للحياة تصير فيها مختلفة، اتساعك ومداركك تختلف، فحبيت أكتب عنها. طيب نقدر نقول إنه موجه للنساء اللي فوق الثلاثين ولا اللي تحت الثلاثين؟ كله، يعني اللي تحت الثلاثين تحمسي لما حتوصلي السن ده. طيب. واللي فوق الثلاثين ترى أنت في أحلى مراحل عمرك. ممتاز. الجزء الخاص بالشريحة المستهدفة، بما أننا ذكرنا هذا الجزء، كم من 100 تحسي نسبة القبول اللي المفروض تكون بالنسبة للرجال؟ الرجل مرة حيستمتع، هو حيقرأ وحيلاقي نفسه الرجل المحبوب، حيلاقي نفسه الزوج، حيلاقي نفسه الأخ، حيلاقي نفسه الأب، لأنه في نصوص كانت عن الأب وعن تعليم الأب للحياة، كانت في نصوص عن الجد والجدة وعن أهل أول. طيب. وكانت في نصوص عن الطيبين. ممتاز، شيء جميل. الجزء الخاص بالقصص الحقيقية مريتي بيها أنت ولا قصص أنا حقيقية؟ وفي حولي، يعني كنت لا مش بس أنا، القصص كان في كثير عندي قصص أخذت منها، وطبعا أسهبت في الخيال كثير فيها وصارت النصوص. يعني انت ما القصص الموجوده او النصوص ما هي نصوص حقيقيه ونصوص خياليه، لا ممكن تكون النص مدموج فيه الاثنين مع بعض. نعم. ممتاز. حبيتي آلاء اكثر في الجزء الواقعي كيف تصفه، ولا في الجزء الخيالي كيف تعبر عنه؟ حبيت آلاء كيف تكتب بشكل عام. اخر شيء، ايش تنصحي بخصوص الناس اللي حابين على قولهم تشوقيهم انهم يقروا الكتاب؟ لو حابب شيء خفيف لطيف، لو حابب شيء تقرأه وتأخذ منه استفادة تجيك بسلاسة، أقرأ كتابي. ممتاز، بإذن الله. نخش للجزء الخاص بآلاء نفسها. أوكي. والكوتش آلاء نقدر نقول بشكل أساسي. كتابك الجاي إيش اللي حابة أنك تتطرقي لي، وفي نفس الوقت قلتي أنه يخص التنمية الذاتية؟ إن شاء الله. فبعيد كل البعد عن النصوص الأدبية. هو حيكون مختلف تماماً. حيكون مختلف تماماً عن المصافحة الأولى، حيكون انتقالة أخرى في عمر آخر، وحيكون نعم ممكن يتوجه للتنمية. ممتاز. هل لو في مجالات ثانية حابة أنك تكتبي فيها، إيش هي المجالات هذه؟ الرواية، أعشق الرواية. يعني ننتظر من آلاء إن شاء الله رواية في يوم من الأيام. ممكن، ليش لا؟ بس الرواية، التنمية، النصوص، اتجاهاتي أدبية، بلاغية. ممتاز. ركوة حب طبعا عطيتي جزء مادي بحت، بيصنع لنا قهوة ويصنع يعني جزء عاطفي أو نقدر نقول خاصه بالمشاعر والأحاسيس. الجزء اللي خاصه بهذا المؤلف يميل أكثر للعاطفة نقدر نقول؟ للاثنين، هو الكتاب كتب بحب، فأنا أحب اللي يقرأ بحب. ممتاز. آخر شيء بخصوص آلاء اللي إن شاء الله ليها يعني على قولهم مشاريع مستقبلية، إيش حابة تسوي مستقبلا؟ حابة أني أنا أنشر الوعي الإيجابي، أنشر الوعي الإنساني، وأنشر الكتابة المحبة وبكل أنواع الحب، مش بحب بصفة ضيقة، يعني بكل أنواع الحب. وحابة أني أنا أستمر في الكتابة وألف كتب إن شاء الله تفيد المجتمع بإذن الله. كم أخذ منك وقت؟ سنة تماماً. سنة تقريباً. ممتاز، يعطيك ألف عافية. حابة أنك توقعي لنا على الكتاب طبعاً. في نهاية هذا اللقاء نشكرك جزيل الشكر، نتشرف بوجود توقيعك عليه. نشكرك جزيل الشكر. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية المطاف في حلقة كاتب وكتاب، ونشكر ضيفتنا آلاء القعيطي على هذا اللقاء، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. إلى اللقاء.